السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أشرح لكم طريقة نسخ رابط في اليوتيوب ورسالة في أي تطبيق عندك على الجهاز، سواء كان إيميل أو واتساب إلى آخره من التطبيقات. قبل أبدأ بالشرح أتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. بعد ما تفتح الفيديو اللي تبيه تطلع لك مجموعة خيارات من ضمنها مشاركة، نضغط على مشاركة تطلع لك مجموعة خيارات أخرى. طبعا الأشخاص اللي طالعين فوق هذول مشاركينك في جوجل بلس. تحت في تطبيقات زي ما انتم شايفين، واتساب، لاين، ماسنجر الى اخره. هنا موجود نسخ الرابط، اذا تبي تنسخ الرابط وترسله تحتفظ فيه وترسله الى شخص معين هذا خاص فيك. طيب انا برسله الى في البي بي الى بي بي ام، او ارسله الى برسله في تطبيق اخر. طبعا التطبيق هذا البي بي ام مو موجود عندي، طيب وموجود على الجهاز، شنو اسوي؟ الحل بسيط جدا، نضغط على المزيد من هنا، وبعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات. نروح للي فوق هنا، التطبيقات اللي موجودة فوق، مو موجودة البي بي ام، نضغط على اضافي من هنا، ثلاث نقاط من هنا، وتطلع لك كل التطبيقات الموجودة على الجهاز، من ضمنها البي بي ام، سكايب، لاين الى اخره من التطبيقات. نفتح مثلا البي بي ام من هنا، وبعد كذا نضغط على تم، وبعد كذا راح يتم ادراجه من ضمن التطبيقات الموجودة في الاعلى. لما تدخل على البي بي ام راح يحولك على مباشرة على المحادثات. لما تدخل على اي محادثة انت بيها راح يكون مسوي لصق للرابط تلقائيا، ومجرد ما تضغط ارسال راح يتم الارسال مباشرة للشخص اللي انت به. هذا الشرح اليوم، اتمنى شرح واضح وبسيط. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفمان الله.